أهلا بكم في حلقة جديدة من مواجهات سينمائية. يوسف إدريس رائد وعميد القصة القصيرة، علامة بارزة في تاريخ الإبداع القصصي والروائي، إلى تحولت أعماله للسينما لاقت نجاحا ورواجا كبيرا. من شاهد فيلم الحرام على سبيل المثال من الصعب أن ينسى عزيزة أو فاتن حمامة، وذا الفيلم أن نداها كاشفا لغواية المدينة القادمين من القرى، حس الشرف وقاع المدينة، كل منهما يشير بعمق إلى مفهوم يوسف إدريس أو تناوله لمفهوم الشرف في أفلامه أو في أعماله الأدبية. السينما كانت انتقائية مع كتابات يوسف إدريس، قدمت له فقط 11 فيلم من مجموع أعماله الأدبية تتصل 12 مجموعة قصصية و10 روايات و8 مسرحيات. ورغم قلة الأفلام مقارنة بالكم الهائل الذي أبدعه الكاتب الكبير والقاص يوسف إدريس، ستظل بعض الأفلام المأخوذة عن أعماله علامة هامة في تاريخ صناعة السينما في مصر. يوسف إدريس. مجددا وفي قراءة للسينما يوسف إدريس، يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة الكاتب والناقد السينمائي الأستاذ كمال القاضي. كمال، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. خلينا نبدأ بالانتقائية اللي مارستها للسينما في يعني أو تعاملها مع إنتاج يوسف إدريس الأدبي، يعني هل ده بيرجع لصعوبة القضايا اللي بيطرحها يوسف إدريس أو لصعوبة تحويل وتناول أعماله السينمائية؟ لأن احنا لو قارنا بمجموعة أو مجمل إنتاجه الأدبي بالأعمال اللي اتخذت من نصوصه الأدبية هنلاقي مقارنة شوية ممكن ما يبقاش منصفة يعني حجم أو الكم يوسف إدريس اللي أبدعه الباقي. ده كان فعلا السينما انتقت من أدب يوسف إدريس ما يناسبها، وده كان في البدايه. يعني في البدايه بدايه انتباه او التفات السينما لادب يوسف ادريس بدات فعلا تعمل آله الانتقاء وآله الاختيار، وخدت عينات من ادب يوسف ادريس وركزت على حاجات بينها اما حاجات تراجيديه او حاجات ممكن تغازل بها شباك التذاكر. لكن بعدين بدا يبقى تغير السينما من مفاهيمها وتقدم يوسف ادريس الروائي المركب. يعني يوسف إدريس في القصة القصيرة مش سهل، مش أي حد ممكن يتعاطى أدب يوسف إدريس ولا قصصه القصيرة على وجه التحديد ولا حتى الروايات. بس القصص القصيرة لها مواصفات وهي بتقوم طبعا على فكرة التكثيف والدلالات والرمزية، فبتبقى السينما شوية واخدة يعني خطوة للخلف تجاه هذه الأعمال. إنما بالنسبة للسينما الروائية ده كصنف أدبي مع يعني القصص او مع اعماله هو بصفه شخصيه، مع اعماله هو بصفه شخصيه، وبعدين حتى بشكل عام يعني برضو فيما يخص حتى نجيب محفوظ او غيره كان برضو السينما تقرب شويه من حاجات، تقرب من حاجات وتبعد شويه عن حاجات. بعد ما نجيب محفوظ حصل على جائزه نوبل بقى ايه يتاخد كله على بعضه. يوسف إدريس برضو في نفس الحكايه. السينما قربت من الاعمال اللي قد تكون مفهومه شويه او بسيطه او يعني تناولها هيبقى واضح للجمهور. نعم. مفيش صعوبه في تلقيها والتفاعل معها. يمكن الملف
تتابع كتابات يوسف إدريس مقدرة خاصة على فكرة التقاط أو القبض على لحظة الضعف الإنساني، هل ده ناتج لكونه طبيب تعرض للكثير من التفاصيل الإنسانية ربما اللي ساعدته بشكل أو آخر إن هو يكشف عنها أدبيا؟ هل نشأته كان ليها دور في دوت؟ يعني إيه المؤثرات اللي ممكن تكون حركت الجزء ده جواه؟ يعني حضرتك لمست جزء إنساني مهم، هو يعني يبدو وظيفي لكن هو إنساني أيضا، اللي هو فكرة مهنته كطبيب. المهنة ما تنفصلش عن حساسيته هو كأديب وكبني آدم، يعني الأديب بيبقى مرهف جدا مفرط في الحساسية، فلما يبقى أديب طبيب وأديب تبقى المسألة الحساسية المعالجة مختلفة، المعالجة مختلفة والمسألة بتبقى مركبة شوية. فيوسف إدريس الاثنين أثروا فيه، كونه أديب وكونه طبيب، فبدأ يعني ينظر للحالات الإنسانية الدقيقة ولحظات الضعف زي ما حضرتك ذكرتي. ده كان فعلا هنلاقيها في أعمال كثيرة جدا، يعني مثلا واضحة في الحرام، فكرة لحظة اللي هي عفوا بالظبط اللي هي الاحتياج العوز الجوع على وجه التحديد الفقر. طيب السقوط، سقوط، ودي اعتقد فكره هنلاقيها يعني بشكل ملحوظ في اكثر من عمل او تجربه ليوسف ادريس، من الحرام، قاع المدينه، نداه ونداه وغيرهم طبعا بالزبط. من الاعمال، هل السينما استطاعت انها تقدم المفهوم ده بشكل ابعد من فكره السقوط الجنسي، يعني قدرت تقدمه بشكل اعمق مع يوسف تحديد؟ السينما عملت كده بمعنى انها لما قرروا ياخدوا من ادب ادب يوسف ادريس، ما كانش في ذهنهم الاستثمار الجماهيري بقدر ما كان في ذهنهم، ده حسب اعتقادي وقراءتي، يعني الاستثمار الادبي، النجاح الادبي، النظر الى قوه العمل. فالسينما ما تعاملتش مع يوسف ادريس من منظور حسي. دي نقطة مهمة جدا بالظبط. يعني مثلا في الحرام كان في مساحات لاستغلال فاتن حمامة او حتى البطرات اللي جنبها، هذا الاستغلال الحسي شوية او الجماهيري او الشعبي او الشباك، هذه المغازلة اللي بتتم عادة مع كثير من الافلام ما حصلتش مع يوسف ادريس الا في اشياء بسيطة مثلا زي قاع المدينة. وده ما كانش فج، يعني هذا التناول حتى في موضوع حساس بهذا الشكل يسمح باستثمار هذه المناطق الشائكة. ما تمش بالكيفية اللي احنا شفناها في افلام كثيرة جدا مأخوذة برضو عن اعمال عن نفس العمل. وده يمكن تعامله مع نصوص او مع يعني الابداع الادبي ليوسف ادريس، دي نقطه مهمه. طبعا مفيش كلام. طيب نشوف جزء من فيلم نداها، احد روائع طبعا عميد القصه القصيره الكاتب الكبير يوسف ادريس، ونرجع نستكمل حوارنا مره
اللي مداها كان حسين كمال، اعتقد اخرج حسين كمال. والتجربه ديت هي مثال لفكره ان السقوط على سبيل المثال ما كانش فيه بالشكل زي ما قلنا الحسي، يعني كان فيه هنا بعد اعمق. هنا كاتب السيناريو ايضا ومخرج الفيلم، هل ليهم دور في الاطار ده؟ اه طبعا، اطر المعالجه يعني يلفتوا النظر او يركزوا على الجانب الموضوعي. هنا في تركيز على الجوهر او موضوعيه الروايه نفسها. يعني هنا يوسف ادريس ما كانش يقصد انه يكتب عن فكره السقوط الاخلاقي فقط، لا، هو كمان فكره التناهي في المدينه، هذه المدينه الصاخره المليئه بالمتناقضات، بتيجي فيها بطله سذجاجه من الارياف على سجيتها تماما، يعني خالص ما اول مره تتعامل مع الحداثه، تتعامل مع ناس حتى غير اللي هي شافتهم في الارياف، فبالتالي بتعامل بمنتهى النقاء وعلى فطرتها تماما. تفاجأ بانه لا، المسائل مش كده، ان في واحد جارها مثلا اللي هو راجع من بره، اللي هو راجل مكتشف او مهتم بالتكنولوجيا او الحاجات دي، بيبدأ يغزلها ويحاول يخرجها من هذا الطور الريفي وياخدها في سكة تانية. فهنا يوسف إدريس برضو بيضغط أو بيضيء اللمبة الحمراء إنه البطلة هنا بدأت تجافي طبيعتها. صحيح ما حصلش استجابة منها بشكل كامل، لكن كانت على وشك الغواية. ربما ال اللي صدروا لها هذا الجار كان مختلف عن طريق تعامل الزوج معاها. مثلا هنا شفنا شكر سرحان جاي، الرجل الفلاح اللي ده محامي اللي عنده قواعد، الزوجه دي حرمه بيته، ويعني وفيها شرف وفيها يعني بيختصر فيها حاجات كتير، فبالتالي هو بيفضل سجنها داخل البيت وداخل الشقه، والاكتفاء بتأدية مهام البيت فقط وواجبات تجاهه هو. لما بيشوفها كده بينزعج، لان هو اقدم منها في القاهره او اقدم منها في العاصمه، فعارف مخاطر العاصمه، وبالتالي بيحاول يحول بينها وبين هذه المخاطر، لكن ان الداهيه تكون خدتها خلاص، وهي تبدا تنشغل بالفكره الحداثيه وتنشغل وتقيم في ذهنها مقارنات طول الوقت ما بين المجتمع اللي هي جايه منه والمجتمع اللي هي عايشه فيه. ودي مفارقه، وده صراع داخلي. هل في بعد فيزيقي هنا مادي فكر القدر والاستسلام؟ يعني هل ممكن نحمل فيلم البعد ابعد كثير؟ هو ده افتراض يعني قائم ومحتمل جدا، لان هو اصلا من غير كده، من غير ما يبقى هذا المفهوم، هتبقى الروايه ناقصها حاجه، وخاصه بوجود حسن توفيق اللي هو كاتب السيناريو. لا كاتب السيناريو هتفوت عليه الحكايه دي، ولا روائي كبير وقاص كبير جدا جدا زي يوسف ادريس ممكن يعني يكتب بشكل مصمت، يكتب الشخصيه بشكل مصمت، او يكون قصده انها يعرضها كده بهذا الشكل السطحي اطلاقا. لازم يكون من وراء هذا العرض وهذه المخاوف وهذا التناقض ما بين المدينه وبين القريه وبين حياتين مختلفتين وعالمين مختلفين ومجتمعين مختلفين وشخصيات مختلفه، هو ده هي دي الفلسفه. الدور اللي لعبته الفيلم نفسه في تأكيد معنى الفيلم، ما في الأغنية خلفية مكملة للمعنى، مكملة، وبالتالي هي بس ايه، هي بتأدي او يعني بتقدم المفهوم المباشر للحكاية. الأغنية بتقدم تعويض عن التفاصيل الغير مباشرة، او اللي احنا حضرتك سميتيها فلسفية، وانا او اتفق مع حضرتك فيها. الاغنيه هنا بتعوض عن المفهوم الفلسفي. اذا كان المفهوم الفلسفي يخص النخبه ويخص الناس، الجمهور السينما الواعيين المثقفين، فالاغنيه بتخص كل الناس. فهي عملته عند الناس، هي بمثابه تفسير اللي بيحصل. يعني وحضرتك طبعا عارفه ان الاغنيه الشعبيه والموال الشعبي والحاجات دي بتاخد بتاثير في الارض، بتاثر جامد في الجمهور، القطاع الاكبر من الجمهور. طبعا هو عاصم توفيق مستقبل كان ثنائي تلفزيوني، هم اللي كتبوا فكره او يعني فيلم مداها. طيب من فيلم مداها لفيلم الحرام،
احد الافلام ايضا الهامه جدا في السينما بشكل كبير، وفي نفس الوقت في تاريخ يوسف ادريس حتى ادبيا. الدور اللي لعبه مخرج زي هنري بركات والسيناريست سعد الدين وهبه في كشف ما يقصده الكاتب يوسف ادريس، ودي المساحه اللي اتكلمنا عليها في بدايه الحلقه ما بين السينما عمله الادبي او المنتج الادبي اللي بيقدمه والسينما. ده صحيح. عندك بالإضافة ليوسف إدريس كاتب مهم، عندك سعد الدين وهبة كاتب السيناريو، راجل مشغول بواقع ما قبل ثورة يوليو، دي ثقافته هو شخصيا، وطول الوقت عايز يظهر هذا التناقض ما بين الواقع قبل قيام وفكرة الإقطاع وجبروته وإذلاله للطبقة العاملة، طبقة الأجراء يعني. سعد وهبة مشغول طول الوقت بالحدوتة دي أو بالحكاية دي أو بالخلفيات دي، فبيأكد على أشياء بعينها، بيأكد مثلا على قسوة الإقطاع، بيأكد على وجود الفقر المدقع اللي بيضطر واحدة سيدة تروح تشتغل بدل زوجها. احنا عارفين طبعا ان زوجها هو اللي كان بيطلع في عمال الترحيل دول، كان ناس بيروحوا يحفروا ترع ويشقوا قنوات وحاجات من دي، وبيقعدوا بالشهور بيوتهم بعيد عن بيوتهم وقراهم، يمضوا شهور طويلة. فبالتالي الحياة كانت قصيرة، فكان المؤهلين لها هم الرجال، أو فالزوج بيصاب بمرض البلهارسيا، وهنا البلهارسيا على وجه التحديد مرض له دلالة كبيرة جدا، لأنه جه نتيجة الفقر والإهمال وعدم الرعاية وعدم العناية والصحة وانتشار الأوبئة. كل ده برضو سيناريو عايز يقول زي ما يوسف إدريس عايز يقول. الحاجة الأهم وهي ذروة الحدث اللي هو فاتن حمامة أو عزيزة لما تشتهي جدر البطاطا فيتم المساومة. عبد الله غيث هو الزوج، هو اللي اشتهى الزوج عبد الله غيث هو الزوج، طلب منها جدر البطاطا فهي راحت بداله، فجابت حاولت تجيب جدر البطاطا، فايه بدا هذا الاقطاع يساومها عليه. شوف قد ايه الطلب بسيط والجرم فادح، يعني ما فيش نسبه وتناسب ما بين اللي حصل لها وما بين الحاجه البسيطه اللي هي اشتهيتها او اشتهاها زوجها. حملت سفاحا بعد اغتصاب. بعد اغتصاب احنا هنشوف الجزء ده بعد. دي ذروه التراجيديه في الحدث كله. الثمن اللي دفعته البطله جراء اشتهاها لحاجه بسيطه جدا، وده كان قوت، يعني هي ما فيش حاجه تانية. لو في حاجه تانية اقل من جدر البطاطا ده كان ممكن تطلبها لو شايفه ان ما يدفع لهاش ثمن، لكن للاسف رغم ان حاجه بسيطه وهينه لكن كانت الثمن فادح. وبعدين فقدت والدها، يعني حتى هي كمان فقدت الطفل اللي انجبته. طيب نشوف فيلم الحرام ونرجع نستكمل حوارنا وحديثنا عنه مره اخرى. بتسقيني يا عزيز؟ الحاكم ما حرج على المي. ده بوق واحد مش حاجه. اله يا رب يسقوكي من زمزم يوم القيامه. لا يا رب، قالوا دمي في الدار زي الولاية وعزيزة تجري علي دي والعناء. خد يا اخويا بالهادي. تعرفي يا عزيزة انا نفسي في ايه؟ نفسك في نفسي في البطاطا قوي. بطاطي والنبي اجيب لك مني بس، انت حلتك حاجة حرارة قمرنا بحر على كم جنيه؟ أهل البلد كلهم بيعملوا كده، بس الواد ابن قمرين ده كيش شوية. ولا يكون عندك فكر. تعملي ايه يا بنت عندي؟ عمك عبد الله عيان ونفسه بكتر، إلهي لا يسيبك. طب هاتي عنك انت. يلا تعيش يا اخوي. ما
كتر خيرك، ربنا يكافئك. يا لهوي، خد يا حبيبتي. ما تيجي تاكلي يا عزيزة؟ ماليش نفس. تعالي يا شيخة، قولي دي حلوة قوي، مش كده ولا ايه يا ولاد؟ ايوه يا بابا. كل يا ماما، كل انت يا جماعي. لا لا تاكلي. نلمس ثمة تقارب او علاقة ما بين بطلتي الفيلم الحرام وقاع المدينة؟ ممكن في الخيوط الدرامية، في مادة الخيوط الدرامية. بمعنى الحرام هنا بيتكلم عن الشرف برضو. فكرة الشرف، وفي قاع المدينة بيتكلم برضو عن الشرف. بس هنا الشرف له مفهوم، وهنا له مفهوم تاني خالص. هنا البطلة قابضة على هذه الفكرة تماما، يعني وعندها استعدادات في حياتها كاملة في 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 سبيل المحافظة على كيانها وعلى شرفها وهويتها وكينونتها كإنسانة. برغم اللي حصل لها، اللي حصل لها ده كان اغتصاب، يعني ما كانش بإرادتها. في قاع المدينة المسألة مختلفة شوية. الثري بدفع الخادمة للبلد. الثري الراجل الكبير في السن اللي عاجز جنسيا، اللي عايز يختبر قدراته فيجيب الخادمة علشان يختبر نفسه معاه فينجح في الحكاية دي ويشفى من هذا المرض ويتخلص من العجز. وبعد ما يتخلص منها بدافع انتقامي أو بدافع نفسي أو بعقدة ما، يعني إيه، يدفعها إلى طريق الرذيلة. فهنا الامرين مختلفين، صحيح الموضوع محور واحد. محور واحد اللي هو فكره زي ما قلنا فكره الشرف او الفكره يعني المغزى الحسي او الشهواني، لكن هنا في الحرام في حرص على عدم انتهاك العرض. في قاع المدينه في تفريط. فالامرين مختلفين طبعا. قاع المدينه دي مستقى احمد عباد صالح، احمد عباد صالح الاديب طبعا، هو اللي كاتب، هو اللي كاتب السيناريو. هل استطاع يعني صناع الفيلمين اظهار ان هنا السقوط كان ليس فقط بدافع الفقر ولكن بدافع الطرف الاقوى في التجربتين، سواء الحرام او قاع المدينه؟ لا، في الحرام الفقر محرك. محرك هو الفقر مهما اشتدت وطئته من الممكن الانسان يعصم نفسه منه. يعني مش كل واحد فقير ممكن يسقط او كل واحده فقيره ممكن تسقط. في بدائل كثيره جدا للحمايه من هذه الوطأة وهذا السقوط. لكن في قاع المدينه مش الفقر هو بس، هي صحيح خادمه وبسيطه على قد حالها، لكن الثقافه، عدم الوعي. هنا مفيش حصانه، الخادمة ما عندهاش الحصانة الذاتية اللي تقدر تحمي بيها نفسها. فبالتالي هي انبهرت بهذا السيد الثري اللي يكبرها سنا وخبرة طبعا، انبهرت بيه وشافت انه، انخدعت طبعا فيه، وشافت انه ممكن يعني يوفر لها الحياة الكريمة او الحياة اللي تقيها شر العوز. فلما دخلت الدائرة الجهنمية بتاعته سقطت، بتقدر تقولي بفعل المؤامره او بفعل التدبير. صحيح هي ما تنادتش طبعا، لكنها تنادت طبعا. تنادت فيه. لانه لو هي رافضه تماما كان ممكن تتراجع، كان ممكن تعترض، تحتج، حتى تنتحر، لانه ده وارد برضه. الانسان الانسانه احيانا لما يشتد بها عليها الحصار قوي 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 يبقى ما فيش بد الا السقوط، ممكن تدفع يعني تقتل نفسها، وده يبقى قمه الاستشهاد، ما يبقاش انتحار طبعا، لكن بيبقى يعني عمل جميل نبيل. لان هي في النهايه بتحافظ على شرفها وعلى عرضها. انا مش بطالب الخادمه انها تعمل كده، لانه الظروف مختلفه والمعالجه مختلفه، لكن انا بقول ده افتراض انها لو ما كانتش راضيه على اللي هي فيه كان ممكن تعصم نفسها باي طريقه تانية حتى لو بهذه الطريقه. لكن في تنادي، يعني في خضوع، بلاش رضا.
يعني بلاش كلمه رضا، فكره الاستسلام، الاستسلام والخضوع، ان هو يعني خلاص ليس بالامكان ابدع مما كان، مش هقدر اخرج بره هذه الدائره المشبوعه والدائره اللي وقعت فيها. طيب استاذ كمال، قلت جزء من فيلم قاع المدينه، ونرجع نستكمل حوارنا مره اخرى. لا 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 يا سعادة بيه، والله ده كتير قوي يا سعادة بيه، ده انا بودي اخدم سعادتك بروحي. لا 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 دول عشان الوصلات. ما يصحش يا سعادة بيه، ما يصحش، ده يبقى عيب عليا قوي يا سعادة بيه. امسك يا سعادة بيه، ربنا يعمل بيتك يا سعادة بيه ويعلم ردك، ونعم الاخلاق يا سعادة بيه، ونعم الاخلاق. السلام عليكم يا سعادة بيه. عشان اجي معاك يا سفرغان. يا عبيطة. انتي اسمك نعمت؟ خدمتك شهرت. متجوزة؟ ايوه. مخلفة؟ بنتين ولا. انتي اتغديتي يا شهرت؟ نحمده. خشي اتغدي، في اكل في المطبخ. اتغديت والحمد لله. معلش ادخلي كلي، الاكل كتير، كلي تاني. تعال موريك المطبخ. ادي الاكل، وهنا الاطباق، وعندك هنا المعالق وكل اللي انت عايزاه. يلا 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 اقعدي كلي. فيلم العسكري شبراوي، هل بتعتقد الناقد السينمائي استاذ كمال القاضي ان صناع الفيلم ظلموا هذه التجربه، او ظلموا العمل الادبي، المنتج الادبي يوسف ادريس؟ اه طبعا كتير، لانه ده تقريبا التجربه السينمائيه الوحيده اللي متاخده عن ادب يوسف ادريس، واللي اعترض عليها يوسف ادريس. يعني لم يكن يرضى بالطلع السينمائي، ما كانش راضي خالص عن هذا، عن التناول، شبه تبرأ منها، تبرأ منها، وقال ان ده تناول سطحي ملوش علاقه بالنص، ملوش علاقه بالنص الاصلي. لكن احنا ممكن نناقش على ضوء برضه ايه نقاط الضعف الموجوده في الفيلم. يعني انا شايف ان العسكري شبراوي اولا كان في خفه او استخفاف بالنص الادبي. يعني تحول العمل الى عمل كوميدي، وهو مش عمل كوميدي. يعني بغض النظر عن اداء يونس الشلبي، هو اداء طبعا في اداءه في اطار اداء ما يقوم به يونس الشلبي، بره هذا الموضوع اداء جيد. يعني يونس الشلبي ممثل كوميدي محترف، وعنده جمهور وناس كتير جيده، لكن في هذا الفيلم على وجه التحديد لم يكن يونس الشلبي موفق. ودي مش مسؤوليه يونس الشلبي بقدر ما هي مسؤوليه اللي كتب القصه او كتب السيناريو صناع العمل. صناع العمل والمخرج. الحاجه الثانيه، يوسف ادريس هنا بيتكلم عن الست البسيطه اللي اصيبت بلوثه عقليه، اللي هي اعتقد كانت في الفيلم ماجده الخطيب، بيتكلم عنها بشكل انساني. وبيشوف ان اللي حصل لها ده كان نتيجه ضغوط اجتماعيه، وان في مشكله اجتماعيه ما ادت الى هذه الهزه النفسيه او هذا الفقدان العقلي، وبيحمل المجتمع النتيجه. هنا بنشوف احنا ماجده الخطيب ست هستيريه بيتم السخريه منها، يعني مش عندها ازمه وبيتم معالجتها، لا، يعني هي محطوطه عشان يتم السخريه من الشخصيه طول الوقت. فكره الاستهزاء
بالظبط بالظبط. يعني يتم السخريه من الشخصيه وعلى هذه السخريه يعني تنتج الكوميديا. فالكوميديا ما كانش لها محل من الاعراب اصلا في النص الادبي. هي اضيفت وانا مش عارف لغايه دلوقتي ليه برضو تم تحويل هذا العمل القيم جدا الى عمل كوميدي. يعني احنا كنا بنقول يوسف ادريس نفسه تقريبا بس اجرب يعني ما فيش مبرر. لو حتى لو احنا نحينا راي يوسف ادريس هنقول انه كان متحمس للنص بتاعه عايز يطلع بشكل افضل بكتير حقه. لكن احنا قراءتنا المجرده اللي بعيد عن اعتراض يوسف ادريس شايفين انه المساله لا ليس لها علاقه بالنص الاصلي بالظبط بالعمل الالهي. المعالجه يعني صناعها اخفقوا تماما في تقديم ما كان يرمي اليه يوسف ادريس. طب يوسف ادريس بالسيناريو وبالحوار احيانا في بعض التجارب السينمائيه يعني اللي كان يعني بتاخد شغله او بتاخد يعني نصوصه الادبيه، هل نجح في الكتابه السينمائيه زي الكتابه الابداعيه؟ لا، السينما ليها صناعها وليها مفاتيحها ومحترفيها. ممكن يبقى اديب كبير جدا وما عندوش صنعه كتابه السيناريو. يعني عندنا نجيب محفوظ، بس برضه نجيب محفوظ لما بدا يكتب سيناريو اتعلم، يعني اللي علمه له صلاح ابو سيف. ما سابوش، ما قالش ان ده كاتب كبير فيكتب عادي، لا، كل حاجه. يعني مثلا عمل اذاعي غير العمل التلفزيوني، مع ان ده اعلام وده اعلام والحكايه يعني قريبين قوي من بعض، لكن ده له مهارات وده له مهارات وده له يعني كل عمل له خصوصيه. فكون يوسف ادريس يكتب السيناريو او يشارك في كتابه السيناريو انا شايفه ان كان نوع من يعني هو كان بيمارس ده يعني من باب الاطمئنان على شغله او المراجعه، يعني كان مراجع اكثر منه كاتب للسيناريو. والا لو المساله كده كان استمر وكنا شفنا له تجارب، كنا شفنا اعمال مستقله لسه كلها السيناريو والحوار، شفنا اعمال بمعزل عن ادبه خالص. لكن هو كون هو كان بس يعني بيتدخل في عمله الادبي ده من باب التامين على الفكره. وان كنا لسه ذاكرين انه خانتهم التجربه في العسكري شبراوي. طيب استاذ، تجربة لوقت الحب يمكن يعني في رأيك ليه كانت من أفضل تجارب إدريس في الكتابة للسينما؟ هل ده ناتج لوجود صلاح أبو سيف في التجربة نفسها، أو لأن يوسف إدريس يعني خد كتابة الحوار فقط أو تناول كتابة الحوار فقط؟ الاثنين. أولا لأنه مخرج صلاح أبو سيف. صلاح أبو سيف بيبقى من النص الأدبي بيعتني بيه جدا وبيبقى يعني مدرك لكل تفاصيل العمل الادبي، وعارف ان الكاتب لما بيحط فصله هنا بيحطها ليه واشمعنى، يعني لما بيعمل لما شخصيه بيغيروا الهدف. فصلاح ابو سيف حزم المؤلف الكاتب وحتى تصرفه السينمائي بيبقى بحساب وبدقه شديده. فالفيلم نجح عشان كده، بالاضافه ان زي ما حضرتك تفضلتي ان يوسف ادريس شارك في كتابه الحوار فقط. الحوار فقط. وهنا هنلاقي ده اضاف للفيلم ان الحوار دقيق وعلى نفس مزوره العمل الادبي. يضاف كمان ان البطله فاتن حمامه والبطل رشدي اباظه. صحيح ده جانب ايجابي ما يلمسوه، يعني يلمسه الجمهور اكتر من الناقد المتخصص. يمكن الناقد ما بيهتمش بفكره البطل قوي بقدر ما يهمه العمل الادبي ونفسه وتفاصيله وجوهره والاخراج والكتابه. لكن الجمهور العادي بيهتم باداء البطل والبطله. فهنا برضو ده ساعد كتير في نجاح الفيلم، فضلا عن ان الفكره نفسها اللي قدمتها الروايه فكره وهاجه فكره النضال المقاومه مقاومه الانجليز كانت هي القضيه الرئيسيه والكبرى ومقياس للبطوله. فده دي كلها عوامل ادت لنجاح العمل. طب نشوف جزء من الحب ونرجع نستكمل حوارنا مره اخرى. مشكله ثانيه، لازم ناخد راي والدك. تفتكري هيوافق؟ افتكر كده بالكتير هيقول لي ده مستقبلك يا بنتي وانت حره فيه. يعيش ابوكي شبكه امال دبله وشربات وزغريت وكل حاجه. مش معقول يا حمزه، مش معقول. مالك يا حمزه؟ في ايه؟
فيش حاجة. لا في، أنا عارفة وعارفة بالظبط أنت بتفكر فيه. خايف مش كده؟ خايف يبقى لك بيت وعيلة وتستقر. عايز تقول إنك مش مخلوق لكده وإن حياتك ما فيهاش وقت للحب ولا الجواز ولا الراحة. أنت غلطان يا حمزة. أنا عايز أقول لك على حاجة، أنت في الأول عجبتني كراجل، لكن أنا ما حبيتكش بجد إلا لما عرفت المكافح اللي جواك. حبني حب جديد، ما اتولدتش في بلكونة، اتولد في معسكر. ما تخافش يا حمزة، عمر الحب اللي زي ده ما يعطر ولا يضعف ولا يخلي صاحبه ينام ويستسلم. يعجبني حماسي ده. المهم إنه يقنعك. المشكلة إني الأول كنت حر في نفسي، أعيش أموت أسافر أحارب، إنما دلوقتي لازم أعمل حسابك. ما تعملش حسابي، أنا بحبك عشان أخليك تتصرف بحرية أكتر مش عشان أأيدك. برضه من الاعمال الرائعه واللي يمكن اخذت خط مختلف في اعمال اللي ممكن تكون شارك فيها يوسف ادريس سواء كصاحب النص الادبي او ككاتب سيناريو او كاتب حوار. هو هنا كاتب حوار فقط في هذه التجربه. في افلام روائيه طويله الحقيقه كانت بتميل القصص القصيره اللي كتبها يوسف ادريس، ده بيرجع للتكثيف الفني في اعماله اللي بشكل او باخر نجح في ان يقدم التجارب ديت. ده صحيح، ممكن انا تناولته في كتابه اخيره كتبتها عن يوسف ادريس. قلت انه السينما الافلام الروائيه الطويله لما تعرضت لادب يوسف ادريس كانت مستهدفه الفكره الرئيسيه، فكره مستهدفه اللغه، خصوصيه التكثيف الشديد عند يوسف ادريس باعتباره متخصص في القصه القصيره. فهم استفادوا كتير، المخرجين وكتاب السيناريو استفادوا كتير من هذه الميزه عند يوسف ادريس، فكره الدخول مباشره الى الهدف والمعنى والمغزى من غير ثرثره، من غير مط وتطويل، من غير حشو. ودي مساله مهمه، هنلاقي حتى في الافلام الطويله يعني كما لو كانت أرادت أن تقدم يوسف إدريس مش تقدم أعمال يوسف إدريس، لأن هي عارفة أن يوسف إدريس هو بطل القصة القصيرة، وبالتالي العمل الروائي الطويل، العمل الروائي فيه برضو سمات القصة القصيرة وصفاتها وخصوصيتها، فالسينما حافظت على هذا النهج. بدليل مثلا ان ما فيش مساحات كتير، واحنا قلنا ده في بدايه الحلقه، ما فيش مساحات كتير في السينما لمشاهيات الافلام، مثلا مشاهيات الشباك من الجانب الحسي، برغم ان في يعني افلام ممكن تفتح عليها بالطريقه دي هتجيب نتيجه قوي بالنسبه للشباك وهتجيب ايرادات كتير، لكن هم اللي اهتموا بيوسف ادريس ونقلوه للسينما احترموا جدا ادبه واحترموا جدا منهجه الادبي في طريقه التناول، وانه هو نفسه ما افرطش في هذه المساحات، بل بالعكس كان على النقيض، كان زي ما قلنا معتني قوي بفكره ان بفكره الالتزام، بفكره الاخلاق، بفكره الشرف، وده يمكن راجع لنشأته هو طبعا شرقاوي ريفي مش شرقيه، فدول بيبقوا يعني قابضين على جمر الاخلاق. فهو لسه برغم افكاره وتحرره وتقدميته الشديده جدا الا انه طبيعته كانت غالبه عليه، مش ميال قوي لا للاسفاف ولا للمتاجره بالمناطق الشائكه في العمل الادبي او المناطق الحسيه. طيب استاذ كم يعني مش عايزين تتشرف، احنا اتكلمنا عنه في كده سريع في بدايه الحلقه، الفيلم ده لم يصل الجماهيريه، لماذا في رايك؟ يعني هل ده بسبب تصدي يوسف ادريس لكتابه السيناريو والحوار، او لان الفيلم كان ربما التجربه الاولى طبعا للمخرج شفيق شاميف، يعني تعتبر التجربه الاولى ليه؟ هو الاسباب من وجهه نظر التجربة الأولى، ويمكن عشان ما يكونش فيه صنعة سينمائية كفاية، يعني برضو كان فيه الطابع القصصي الأدبي غالب قوي على الجانب السينمائي، وده أضر بالفيلم. يعني ليه؟ لأنه السينما كيان مختلف، وإحنا قلنا حتى لو هي متاخدة عن عمل أدبي فلازم السينما يبقى لها بصمة، يبقى في تنوير على فن السينما نفسه في حد ذاته. فهنا الالتزام
الشديد بنصية العمل الأدبي أفقد الفيلم طبيعته. فأثر طبعا على جماهيريته. ولذلك أنت لما تعملي مصر للأفلام الناجحة ليوسف إدريس مش بيبقى من بينها برغم تقديرنا يكون عمل أدبي مهم مأخوذ عن عمل أدبي مهم، وبرضه فيلم ما هوش يعني فيلم مش فيلم تافه، لا هو فيلم معتبر ومقدر ومحترم، لكنه ظلال الكتابة الأدبية الرسمية قوي كانت انعكست عليه، والسينما ما تصرفتش في العمل الأدبي كما ينبغي في هذا الإطار. طيب فيلم ثالث دنيا الله لنجيب محفوظ، العلاقة اللي شايفها أو تراها مشتركة ما بين الأجزاء الثلاثة اللي تكون منها الفيلم ده؟ بس حضرتك تعيد السؤال لأنه أنت خدتني فيلم ثلاثة قصص. قلت الفيلم نفسه كان عن يوسف إدريس، عن اللي كتب يوسف إدريس اللي هي خمس ساعات، والفيلم سورسه الآخر كان عن فيلم نجيب محفوظ اللي هو دنيا الله. هل في علاقة شايفها مشتركة ما بين أجزاء الفيلم نفسهم أو الأجزاء اللي تكون منها تجربة الفيلم ده؟ لازم يبقى فيه هارموني. ثلاث أجزاء اللي هتبقى حلقات متصلة منفصلة. يعني حتى الحلقات المتصلة منفصلة مفترض يبقى فيهم خيط رفيع. قصة خمسة قصيرة اتنشرت ضمن خاص ليالي اللي هي أول مجموعة يوسف إدريس طبعا في الكتاب الذهبي كلنا عارفين يعني المتابعين لأدب بس عارفين إن كانت أول مجموعة قصصية صدرت لي. لازم يبقى فيه علاقة ما بين القصص وعلى مستوى الأجواء على مستوى الموضوع، بس هو الجميل إن مفيش تشابه. الجميل إن مفيش تشابه. أما المقارنة بينها وبين دنيا الله فده أنا شايف هي واخدة الجزء من آخر جزء آخر من فيلم واحد داخل تجربة واحد. الأدب ما فيش فواصل بين، حتى لو اللي كاتب نجيب محفوظ واللي كاتب يوسف إدريس ده في منطقة وده في منطقة، لكن ثمت علاقة ما بين الاثنين. الهم الأدبي، الهم الإبداعي، الطريقة، المعالجة، في الاثنين على مسطح واحد، فبالتأكيد في علاقة. طيب نشوف جزء من حوارنا مرة أخرى مع الناقد جمال القاضي. يا دكتور ابراهيم، دكتور ابراهيم عاوز انت كمان في حاله ضرب نار. ايه بيقولوا؟ ايه بيقولوا؟ في واحد ظابط ضربوه بالنار عشان يقتلوه. واحد ظابط ضربوه بالنار عشان يقتلوه؟ ايوه. طب يلا بقى امشي، بلاش تهيوات، امشي. كلام فارغ، مش جايز يكون الكلام ده صحيح؟ صحيح ولا مش صحيح؟ واحد انضرب وخلاص، في حد يضرب ظابط بالنار؟ انا افهم العكس، هو اللي يضرب مش ينضرب. هما يعني راجل جاب الكلام ده منين؟ ليه كان في كباريه اتخانق عشان واحده ضرب حد فضرب؟ بس مفيش كباريه ولا اي حاجه فاتحه دلوقتي عشان منع التجول. انا حاسه ان الموضوع اخطر من كده بكتير. ممنوع الدخول هنا يا فندم. مساء الخير يا دكتور. البهوات قريب المصاب وعايزين يقابلوا حضرتك. لا مؤاخذة، احنا عارفين انه ما صحش ندخل عليك اثناء تأدية عملك. تبدل موقفنا. اصل المصاب عزيز علينا جدا. ويهمنا انه يطيب. انا منتظر نتيجة الاشعة، هبتدي في العملية على طول. عملية؟ هي في عملية؟ طبعا عملية، دول أربع رصاصات. أنا كنت فاكر إنهم خمسة، قصدي سمعت إنهم خمسة. طب اتفضلوا استريحوا بره واطمنوا. استنى شوية. تسمع يا دكتور؟ إحنا هنعمل آخر ما في جهدنا.
احنا واثقين بس عايزينك دقيقتين. قلت لحضرتك احنا هنعمل اخر ما في جهدنا. تسمح يا دكتور. استعجلنا تتلشع بسرعة. حاضر. لتجربة فيلم حدوتة مصري، فكرة يوسف ادريس. مدى التطابق ما بين الفكرة او النص الاصلي والفيلم نفسه اللي قدمه يوسف شاهين؟ هو اللي ما كانتش عمل ادبي، هو دي مجموعة مقالات كتبها يوسف ادريس في الاهرام عن يوسف شاهين. فيوسف شاهين طبعا الفكرة برقت في ذهنه وعجبته انه هو يعني ينقل هذا الكتابة الصحفية لعمل سينمائي، فخدها عملها فيلم. ايه اللي عجبه في الفكرة دي؟ يعني ايه الفكر وقدام يوسف شاهين انه يعمل منها تجربة مصرية؟ اللي هي فكرة المرور على السيرة الذاتية ليوسف شاهين. يوسف شاهين كان عنده برضو يعني، وده مش عيب فيه، هو عنده يعني ايه عنده انا بحكم انه مخرج كبير، فذاته مشغول بيها بدليل انه قدمها في اكتر من عمل. فيوسف ادريس سبق يوسف شاهين نفسه في انه يتكلم عنه. فبقول لحضرتك الفكره استهوت يوسف شاهين فقرر انه يعملها في فيلم سينمائي، واستفاد من رؤيه يوسف ادريس انه شايفه ازاي. يعني علاقته بوالدته، علاقته بالاسره، هو نفسه هذا الانسان اللي بيبحث طول الوقت عن نفسه ومتناهي في العالم السينمائي ومرتد الى طفولته ومداخل حاجات في بعضها من وجهه نظرنا او وجهه نظر بعض ان كان فيها كثير من التجريد. ايوه فربما الفكره التجريديه دي هي اللي عجبت يوسف شاهين فقرر انه يعملها فيلم. لكن هل شعرت بفكره التطابق او ما كتبه يوسف ادريس يعني في مقالات دي عن والفيلم نفسه؟ يعني هل حسيت بتماس ما بين الاثنين؟ لا، في ريحه المقال. في ريحه المقال ومؤشراته ورمزيته بس. لكن ما فيهاش الجسم نفسه، الجسم عمله يوسف شاهين. في حدوته مصريه الجسم والموضوع والتعقيدات اللي داخل السيناريو ده كان شغل يوسف شاهين. يعني هو اللي بنى البنى نفسه الرئيسي ده بره الموضوع الصحفي. لكن الريحه والاشارات كان طبعا استفاد من الكتاب الصحفي. طيب فيلم كيف يرى الناقد السينمائي كمال قاضي هذا الفيلم من حيث الجوانب الفنيه فنيا؟ حلاوه الروح ده والمخرج احمد فؤاد درويش، ويمكن كان ده اخر حاجه اتعملت عن ادب يوسف ادريس. هو كان الفكره نفسها بتتكلم عن قمع الحريات والمعتقلات والسجون، فمساله حساسه شويه، مساله حساسه في وقتها، كانت حساسه وما زالت حتى لو هتتقدم من جديد لازم محتاجه لمهارات في طريقه عرضها وطريقه طرحها علشان الاصطدام مثلا بالرقابه، لازم تبقى الفكره. فاحمد فؤاد درويش هو اللي كتب السيناريو. المعالجه الفنيه ربما كان فيها نوع من التطويل شويه، وانا افتكر ان الاستاذ احمد فؤاد درويش في حديث لي معايا انا شخصيا عن هذا الفيلم قال ان الفنان كمال الشناوي اللي هو كان البطل قال له هو الفيلم جميل بس محتاج ان احنا نفك تاني، نعيد ضبط الايقاع. ليه؟ لانه في تطويل. حتى لما تشوف الفيلم هتلاقي فعلا في يعني في يعني لونجير واضح جدا. لكن الفكره والالتفات لهذا البعد عند يوسف ادريس كان مهم انه يعرض سينمائيا، ويمكن ده اللي كان غايب شويه، والتقطوا احمد فؤاد درويش وقدموا بالمعالجه اللي هو كانت اعتقد الفيلم كان متاخد عن قصه العسكري الاسود. بس بشكل مختلف. دخل بقى فيها شخصيات وفكره الاعتداء والقسوه والاعتقال والقمع وحاجات كتير يعني. هو شايف انها كانت معطيات زاخمه جدا قدمها يوسف ادريس في قالب ادب مهم، حاول احمد فؤاد درويش ان برضه يحطها كلها جنب بعضها في فيلم واحد، ويمكن ده اللي اثر شويه على جمال. والحقيقه في بعض
يوسف إدريس كانت من بعض المعايشات الواقعية، يعني خمس ساعات مثلا كان برضو في جزء كبير جدا من اللي كتبه هو عايش هو نفسه كطبيب في غرفة العمليات وعايش التجربة دي، يعني في من اللي كتبه كتير هو عايشه بشكل واقعي. لازم لازم ظاهر في طبعا لازم الأديب هيعتمد على تجربه ومعيشته. هي الـ 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 الانفصال عن التجربة بيجي ازاي؟ مش بيبقى انفصال بقدر ما يبقى اضافة. يعني انا مثلا عندي فكرة، هي النواة عندي فكرة انا عشتها او موقف انا عشته او لحظة صعبة او مش صعبة انا عشتها، فانا بتبقى دي النواة اللي انا اشتغل عليها. الاتساعات بقى والمستويات دي بتبقى اضافات تانية بتيجي بالتداعي. فده اللي حصل. طيب استاذ كمال، روائية قصيرة يعني حقيقة عديدة انتجت مأخوذة عن كتابات يوسف إدريس، زي مثلا بيت من لحم، ليلي، طبلية السماء. التقنية في الأفلام دي هل شايفها أنها أكثر عمقا في الطرح أو في بعض الأفلام الروائية الطويلة اللي هي أخذت أو يعني اختلصت من تجربة يوسف إدريس الإبداعية الأدبية؟ طبعا في نقدر نسميها بلاغة سينمائية، بلاغة التكثيف والاختصار والاختزال. ده بلاغة زي ما هو انت بتلمسيه في الكتابة الورقية، برضو بتقدر تلمسيه بمنتهى البساطة في الصورة في الطرح السينمائي. في هذا التكثيف وهذا الاختزال وهذا المهارة في التقديم، انك تقولي كل اللي انت عايزة تقولي، اللي عايزة تقولي القصة في زمن محدود جدا. فدي ده محتاج لكاتب من طراز خاص ومخرج من طراز خاص. طبلية من السماء وبيت من اللحم وليلي طبعا افلام كلها كانت احترمت ادب يوسف إدريس جدا وعبرت بشكل جيد عن القصص، يعني ما خرجتش عن اطار القصه قيد امله. كان في مهاره الابداع السينمائي باينه في الاضاءه، في المؤثرات، في الصوت، في التقطيع، في الاخراج، في الزوايا، كل ده موجود، لكن ما حصلش انحراف بالقصه عن مسارها الطبيعي والصحيح. طب نشوف جزء من ليلي وحوارنا مره اخرى. عن سينما يوسف إدريس الناقد السينمائي الأستاذ كمال القاضي، هل السينما أنصفت أم ظلمت أعمال أو يعني تجربة يوسف إدريس الإبداعية الأدبية؟ هي ممكن تكون أنصفت، وإن كنت أنصفت دي ناقصة شوية، يعني هي وقفت ما بين الإنصاف وعدم الإنصاف الكامل. يعني لسه كان عند يوسف إدريس كتير وما زال عنده ما يمكن تقديمه للسينما بشكل جيد أو أجود أو في نفس حتى المستوى. لكن السينما نفسها ممكن عندها أكبر في طرح هذه الأعمال وتداولها سينمائيا. طبعا في خصوصا في الوسائل والطريقه والطرح يعني والمناخ نفسه اختلف، فبقى فيه حريه ربما اكثر. هنا بس لفت نظري في السينما الروائيه القصيره انها كانت اكثر جراه واكثر عمقا في تقديم يوسف إدريس عن السينما الروائيه الطويله فقط. بشكرك استاذ
قدر السينمائي شكرا جزيلا سينما يوسف إدريس. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء قريبا بإذن الله.